الأخيرة السريعة المتلاحقة من بينها ما أعلنته هذه الجامعة التي تسمي نفسها أنصار بيت المقدس بتبني مسؤولية محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. مما جاء في البيان الذي نسب إليها أن الجامعة تؤكد أنها تعمل من أجل إقامة دين الله في الأرض للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حسب ما جاء في البيان. وأضاف معاهد الله أن نقتص بالمسلمين من كل من ساهم في قتلهم واعتدى على أرضهم. وطبعا ذكر من ضمن من سيستهدفونهم الفريسيسي واللواء محمد إبراهيم، بالإضافة إلى على حد وصفهم أبواق الإعلام الذين يدللون الأمة ويزيفون الحقائق ويحرضون على قتل أبنائها. طبعا مما جاء أيضا في هذا البيان مناشدة من قبل أنصار بيت المقدس هذا الجماعة الإرهابية أنها تناشد جميع المسلمين في مصر بالابتعاد عن جميع المنشآت والمقار الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية حفاظا على الأرواح الممتلكات. طبعا هذا تأكيد أو إشارة واضحة أن هذه الجماعة ستستهدف هذه المنشآت ربما في عمليات لاحقة. تأكيد في خطورة لمثل هذه المحاولة لاغتيال وزير الداخلية لأنها تشكل وجه قبيح أقبح مما كان عليه في السابق الإرهاب من خلال هذا الإرهاب المسلح الذي ظهر جلي واضح من خلال هذه العملية. بالتأكيد قوات الأمن سواء كانت قوات مسلحة أو قوات داخلية حريصة على توفير الأمن المنشود في مصر في القريب العاجل. ده مش بيتضح فقط من خلال الحرص على القبض على المسؤولين عن العملية الإرهابية اللي سعت لاستهداف وزير الداخلية فقط، وإنما أيضا لتكثيف منابع الإرهاب في شمال سيناء. وبالفعل القوات المسلحة بتواصل تنفيذ أكبر عملية أمنية في شمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية وكذلك القبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين عن القانون بقرى عديدة منها التومة والبهير والجورة والزوارعة والفتاة وجريعة والمقدرة. تلك القرى التابعة لمحافظة شمال سيناء. للمزيد من المتابعة بينضم لنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة مراسلنا في شمال سيناء أشرف سويلا. أشرف، هل هناك تطورات جديدة يعني يمكن أن تفيدنا بها في سياق ما تقوم به القوات المسلحة من عمليات مطاردة للعناصر الإجرامية والإرهابية في شمال سيناء؟ نعم، في الواقع اليوم هو الثاني على التوالي المنطقة الملتهبة الخطيرة وهي مدينتي رفح وشير زويد. القوات المسلحة كانت لديها خطة واضحة ويعني كانت هناك يعني تدابير وتجهيزات لهذه العملية منذ أكثر من أسبوعين لتكون عملية برية شاملة بقوات غفيرة وكبيرة تحت غطاء جوي كبير. طبعا أمس كان هناك حوالي 10 قتلى و9 قتلى كما أكد كانت العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة وألقي القبض على 9 آخرين. اليوم قتل 11 مسلحا من الجماعات الإرهابية وألقي القبض على 10 عناصر أخرى. الخطة كانت واضحة وهي أن المنطقة الملتهبة والمتواجد بها العناصر الجهادية والتكفيرية التي كونت تنظيمات عديدة بعد ثورة 25 يناير. طبعا كان قبل 25 يناير العناصر المتواجدة في هذه المنطقة كانت عناصر أو كانت خلايا تدعى الخلايا النائمة، كانت تعتنق الفكر التكفيري والجهاد ضد الجيش والشرطة وإقامة ما يسمى بالإمارة. أشرف، العناصر التي يتم إلقاء القبض عليها هل تساهم بشكل أو بآخر في إعطاء معلومات أو تفيد بأي بيانات من ممكن أن يتم البناء عليها بالنسبة لملاحقة هذه العناصر سواء في سيناء أو حتى في الوادي والدلتا؟ بالطبع العناصر التي يلقى القبض عليها يتم نقلها إلى القاهرة وتم استبوابها من قبل الأجهزة الأمنية. طبعا سقوط عادل حمارة وغيره من العناصر الجهادية طبعا بتقوم بالإرشاد عن العديد من الأمور. القوات المسلحة رصدت الأماكن التي يعني تستهدفها وهي معاقل الجماعات الإرهابية، قامت أيضا بطائرات استطلاع بتصوير هذه المناطق وأعدت العدة
للإجهاد على الملف الإرهاب في سيناء. يعني الأمر ليس مجرد كلام، الجيش المصري جيش قوي وكبير، جيش نظامي كبير، ويعني لديه من الغطاء السياسي في هذه المرحلة ما يؤهله بالقضاء على الإرهاب، عكس ما كان يحدث العام الماضي في حملة مصر المزعومة. كان خادم القوات المسلحة في سيناء تعقب مجزرة رفح الأولى ليس لها غطاء سياسي، كان معروف أن الرئيس السابق يدعم هذه الجماعات ويغل يد الجيش للحيلولة دون المواجهات مع هذه الجماعات. الأمر الواقع الآن والفعل الآن على الأرض، الجيش المصري متقدم نحو العناصر الإرهابية، لا محالة ولا رجعة، ولن تخرج الكتائب العسكريه من سيناء الا بعد القضاء على الارهاب. اشكرك شكرا جزيلا اشرف سويلا مراسلنا في شمال سيناء. لجنه الـ50 لتعديل الدستور عقدت اول اجتماعاتها اليوم بمجلس الشورى، ما لم يكن هناك ظهور لحزب النور وان كان في اعلان رسمي لمشاركه الحزب في اللجنه. والدكتور يونس مخيم رئيس الحزب قال انه بعد اتمام المشاورات مع اعضاء المجلس الرئاسي وكذلك اعضاء الهيئه العليا للحزب بشان المشاركه في اللجنه، اغلبيه الاراء كانت مؤيده وداعمه لهذه المشاركه انطلاقا منها واستشعارا من قبل الحزب بحراجة ودقة المرحلة الراهنة اللي بتمر بها البلاد، وكذلك دفاعا عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير، ولكي ينال الحزب شرف الدفاع عن هذه المكتسبات وعلى رأسها مواد الهوية. انطلاق الدراسة في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم ربما يعني يثير قلقا لدى بعض أولياء الأمور طبقا لتطورات الأحداث فيما يتعلق بالملف الأمني على أرض الواقع. دكتور محمود بن نصر وزير التربية والتعليم أكد أنه لا توجد نية على الإطلاق لتأجيل الدراسة بعد موافقة الجهات المعنية عليها. أشار إلى أن بدء الدراسة يساهم في استقرار الشارع، وأوضح في بيان رسمي اليوم الأحد أنه لم يسمح بالمساس بأن الطلاب أو المعلمين أو الاقتراب من المدارس، مشيرا أنه توجد خطة تأمين سيبدأ تفعيلها مع بدء الدراسة في المدارس الدولية التي من المقرر أن تبدأ عامها الدراسي في 14 من سبتمبر الحالي، وأنه في حال اكتشاف أوجه قصور سيتم التعامل بطريقة أمنية أكثر تكاملا للسيطرة على الوضع عند بدء الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بعد ذلك بحوالي أسبوع. دي كانت نظرة سريعة على بعض الأحداث المهمة اللي بتشهدها مصر في الأيام الأخيرة، وهتكون أول وقفاتنا الحوارية مع حضراتكم عن لجنة الـ50 لتعديل الدستور وكثير من التحديات وكذلك التطلعات تجاه ما سوف يعني تفرز المحادثات والدراسات من خلال هذه اللجنة لحياكة ثوب جديد للدستور في مصر. نحن بسبب إعداد صيغة جديدة لدستور مصر يؤكد ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات وبناء علاقة احترام متبادل فيما بينها، فلا تنعزل إحداها عن الأخرى وإنما تتكامل وتتناسق إطلاقا لعملية بناء الدولة المصرية التي تتوائم والقرن 21. هذه الدولة التي نباهي بها الأمم ويجب أن نباهي بها الأمم، دولة رائدة قائدة، دولة نبنيها على أسس ثابتة مستقرة، العلم، التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، المواطنة والمساواة بين المواطنين، حب الوطن والود بين المواطنين، الإخلاص لمصر أمنا ووطننا وهويتنا، مصر الواحدة الموحدة التي هي أيضا جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية والقارة الإفريقية، مصر الثورة، مصر الجديدة، مصر المستقبل. هذه كانت تصريحات
بعد السيد عمرو موسى بعد انتخابه رئيسا للجنه الخمسين المعنيه بكتابه التعديلات الدستوريه، او كما يعني يتوقع البعض او ينظر البعض، لانه امكانيه كتابه دستور جديد هذا ما ستاخذ به هذه اللجنه بعد المناقشات وبعد الاجتماعات المنتظره. نرحب بضيفينا الكريمين للحديث اكثر تفصيلا في هذا الموضوع، السيد سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي. اهلا بكم استاذ سمير. مرحبا بضيفنا الكريم دكتور احمد خيري امام عضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور. اهلا بك دكتور. اهلا بحضراتكم. ابتدي مع حضرتك سيد سمير، ويعني تقدر الاشاره ان لجنه الخمسين من المفترض ان هي تقوم خلال شهرين باجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل، وتناقش مقترح بالتعديلات قدمته لجنه من 10 خبراء من القضاة واساتذه القانون الدستوري. يعني وده يخلينا في البدايه نتساءل عن طبيعه المهام والاختصاصات المنوط بها لجنه الخمسين. وطبعا لا تختلف عن اي جمعيه تاسيسيه لكتابه الدساتير. والجدل اللي حاصل حوالين تعديل او كتابه دستور جديد وضح النهارده في تصريح المتحدث الرسمي باسم اللجنه الدكتور محمد سلماوي، وقال ان احنا مشروع الدستور جالنا مقترح من لجنه الخبراء، واحنا هنناقش التعديلات بشكل كامل، وكلمه التعديلات تشمل ان هو عدل الماده الاولى والماده الاخيره. وقال ان الدستور واحده واحده وروح واحده، يعني ما ينفعش ان هو يبقى يعني خلط ما بين، ولكن لابد ان ندرك سواء دستور 2012 المعطل او التاريخ المصري للدساتير دستور 23، مشروع دستور 54، دستور 71، يعني احنا عندنا تاريخ من الدساتير قبل ما دول كتير من العالم يعني تعرف الدساتير. والنهارده في كلمه السيد رئيس اللجنه اشار ان احنا ان اللجنه هتستفيد من كل يعني المخزون الدستوري من مواد دستوريه، يعني مواد الحريات ما هي معروفه في الدساتير. احنا ممكن نشوف ماده اتكتبت بصياغه عاليه جدا في احد الدساتير فنستفيد بها، لكن في الاخر في لجنه الصياغه وفي الصوره الكامله او المنتج النهائي هيكون دستور جديد قد يختلف تماما عن دستور 2012. دكتور احمد، قديما مش قديما قوي يعني من حوالي سنه كان في انتقادات بتوجه لجماعه الاخوان والرئيس السابق محمد مرسي بعدم تحقيق التوافق او من اللجنه المعنيه بكتابه الدستور، كل الاطراف مش مشكله فيها بشكل يحدث قدرا من التوافق المجتمعي. الان لعل هناك نقد ايضا موجه لجنه الخمسين مع غياب شريحه اليمين الديني بشكل قوي عن هذه اللجنه. هل التوافق حاضر من وجهه نظرك ام غياب هذه الشريحه يعني يعتبر نقيصه في حق اللجنه؟ لما يجي كلمة الدين المربعية للأزهر، الكنيسة مشاركة بالثلاث طوائف، يبقى هيكون خلاف ايه؟ في توافق تام من يمثل الدين الإسلامي هو الأزهر موجود وبقوة، ومعانا كمان حزب النور. لا أنا ما بتكلمش عن من يمثل مرجعية للأديان بقدر ما بتكلم عن يعني هذه الشريحة لها تواجد في الشارع السياسي. ربما معني بشكل يعني أكثر تيارات سلفية، جماعة الإخوان، اعتقد ممثلين الاثنين حسابة المرجعية الاسلامية موجودين الاثنين. الاخوان موجودين ممثل في الهداية وقدم مشتقا للجماعة، ولكن له رؤيته اللي كانت بتمثل اصل الاخوان من بدايتها، وكمان حزب النور اعلن النهارده مشاركته، والازهر موجود ناسي كده. لكن حزب النور يعني اراءه تجاه هذه الجزئيه على وجه الخصوص واضحه انه رافض ان يكون في حظر للاحزاب ذات المرجعيه الدينيه، وربما ده كان سبب من انسحابات سابقه واقصائه لنفسه بنفسه من الحياه السياسيه على خلفيات من هذا القبيل. فراي حضرتك ايه اللي اتغير المره دي؟ اللي اتغير ان خريطه الطريق ماشيه خطوات ثابته، لجنه الدستور احد هذه الخطوات، واعتقد ان اللجنه لها رؤيه في توافق ان شاء الله هيتم في ديمقراطيه، هتطرح ماده وتطرح للتصويت، واللي التصويت هيكون فيه الاغلبيه هيكون هو ده المسار اللي بنتحرك عليه. لن يكون احد بيوقف هذه العجله، هتدور العجله وهتتحرك. واعتقد لجنه الخمسين لها مجموعه من الاحتياطيين هيكملوا المسار في حاله انسحاب اي طرف ايا كان الطرف، مش مهم الطرف اللي بيمثل ايا كان الطرف. طب هذه النقطة أيضا يا أستاذ سمير لعله معرفة برضه مهم في هذه المساحة. لما بنيجي نسأل ليه مثلا هذه الفئة وهذه الشريحة غير متواجدة بشكل قوي في لجنة الخمسين، بتجد أيضا رأي رافض لفكرة أساسا دعوتهم، لأنه يعني هذه الجماعات على الأقل في هذه الفترة الحالية تناسب الدولة العداء بشكل أو بآخر.
سواء كانت جماعة الإخوان أو الجماعات اليمين الدينية التي تدور في فلكها تحديدا بعد أحداث فضع تسامي الرابعة والنهضة. هل من مقبول دعوتكم للمشاركة ولا المسألة بقى في شكل طبيعي لو تم دعوة هذه الأطراف؟ هو طبعا موضوع الدعوة خلاص هو مرحلة وتجاوزناها، لجنة الـ50 ستستكمل أعمالها بالتشكيل الحالي، لكن لابد أن نفرق ما بين تيارات المحافظة أو اليمين المتطرف أو ما يطلقون على أنفسهم التيارات الإسلامية، الإخوان وباقي التيارات، وليس من المصلحة أن نضع جميع التيار الإسلامي في خندق واحد، وخاصة إلا حزب النور النهارده كان ليه تصريح المتحدث الرسمي باسمه السيد شريف طه أعتقد، وكان كلام كويس الحقيقة، قال إن إحنا بنستكمل لاستكمال أهداف الثورة. وبنستكمل عشان ديمقراطية الحزب رأيت ده، ومن الخطأ ده على حد قوله يعني من الخطأ ان نقرن حزب النور بالمادة 219 فقط، ويتحدث ان الحزب لديه تخيل كامل للمشروع الدستور كامل وحريات وخلافه. انا اقصده مش من الصح ان احنا حتى للعالم نظهر ان هناك جانب ضد الاسلام وجانب الاسلام، مع ان جانب ضد الاسلام هم من المسلمين يعني من قوى مدنية، وفي احزاب في تكتلات اخرى مثل البناء والتنمية، البناء والتنمية اللي هو الجناح السياسي للجماعة الاسلامية. عبود الزمر طلع تصريحات ان هو دعوة سلمية ودعوة لنبذ العنف وخلافه، فلابد ان احنا لسبب لو في فصيل يلجأ للسلمية او يعني يميل للتوافق مش من الصح او من التوافق السياسي ان انا اقصيه عشان اخطاء اخر، فنظهر امام الرأي العام المحلي الداخلي ان هناك حملة ضد الاسلام يستغلها الخصوم الحقيقيين في التصويت على الدستور فيحشد الشعب. في تصريح عبود الزمر اللي حضرتك بتشير اليه معناه ان الجماعة الاسلامية ستنضم او توافق او تبارك لجنة الـ50 تشكيل حملة؟ تبارك طبعا دي حقيقة، لكن هو هي مش ممثلة، لا مش ممثلة الحقيقة، لكن هو مش شرط هم 50 واحد. الجماعة الإسلامية كانت أحد يعني السواعد القوية بالنسبة لجماعة الإخوان في الفترة اللي فاتت. لا معلش دي برضو فيها لو احنا عملنا باستثناء طارق الزمر وشفنا يعني وجود فصيل من حزب ما ينحسبش على كل الحزب، لكن يعني المفروض يعني عبود الزمر هو اشهر قيادة فيهم عندهم يعني، بالاضافة ان هو عضو مجلس الشورى يعتبر زعيم لهذا التيار، والتصريحات دي منشورة في الصحف المحلية والصحف الأجنبية، لكن أنا بستغرب إن الإعلام إحنا في ما بيركز عليها، بالعكس إحنا في حاجة ماسة لكل من يعني ينحاز لخريطة الطريق، لكل من ينحاز للممارسة السلمية، لأن أساس السياسة هي إدارة الخلاف سواء اجتماع أو ثقافة أو خلافه في إطار سلمي. لكن الملاحقات مستمرة بحق قيادات إخوانية، يعني في هذه المرحلة كتير بيشوفوا إنه من الصعب إن حضرتك تحدد مين اللي بينتمي لهذا التيار اللي يعني لم يحرض على العنف لم يمارس العنف، فبالتالي هو مسموح ليه ما هو يعني يكون موجود فيما ترك. لا هو الإخوان رفض المسار من أصله، يعني الإخوان قبل ما حد يطلب منهم ان يشاركوا في الحكومة قالوا الحكومة دي غير شرعية والقضاء غير شرعي. هذه الجزئية اللي هتتكلم فيها الإقصاء ذاتي يعني أو جاي من يعني بنيل إرادتهم ان هم أقصوا نفسهم بما نفسهم، إما الاعتراض على الأوضاع عدم الاعتراف بشرعية المرحلة دي من الأساس بما ان هم شايفين اللي حصل في 30 يونيو انقلاب. ده فيما يتعلق بالإخوان. فيما يتعلق بالسلفيين ومش عايزين نختصرهم ايضا في حزب النور. حزب النور بالذات. بالاضافة لان لو احنا نزعنا باقي تيارات الاسلام السياسي عن تحالف الاخوان سنجد يعني كيان ضعيف جدا. كيان لن يتعدى عشرات الالوف. فده من الصح بالاضافة لان من واقع ان انا خدت انتخابات برلمان الاكثر تواجد مع الناس السلفيين مش الاخوان. الاخوان كانوا متواجدين قبل برلمان 2005. لما وصل برلمان 2005 وحققوا 88 مقعد قال نشاطهم الاجتماعي لصالح جمعيات الدعوة السلفية وخلافه. فلكن السلفيين ما كانوش مدركين قوتهم الحقيقية في الانتخابات اللي فاتت، قوتهم في القرى والنجوة وخلافه. فيعني اولا لابد ان ندرك تماما ان الصف ده موجود وله شعبية من مواطنين سلميين. عظيم. عشان نميز ما بين من هو سلمي ومن هو. طب دكتور احمد انا لاحظت ان حضرتك عندك تعقيب لما جاي ذكر الجماعه الاسلاميه. يا جماعه احنا بنعمل دستور وطني
خلينا نتكلم في المرحلة القادمة، ايه احتياجات المجتمع المصري من الدستور ده؟ ثورتين ايه؟ ثورة اطاحت من نظام سابق 25، ثم ثورة اخرى اطاحت من نظام جابته ثورة 25. احنا نبص للمستقبل، مش عايزين نتكلم عن من يشارك، خلاص اللجنة اتحددت بتمثل كل طوائف المجتمع على قدر المستطاع. هنقدر بإذن الله نطوف كل الشعب المصري، هنقعد مع كل الفئات، هنروح كل الأحزاب، كل الاتحادات اللي عندنا. نسأل في الجزئية ديت مش لأن احنا يعني حابين احنا نفضل محلك سر، لأنه هناك أحاديث تقول إنه في دعاوى سترفع من المحاكم يعني تنتقد أو تنتقص من شرعية لجنة الخمسين. فهو ده دي الفكرة، فكرة إنه نحب نبحث عن تحسين اللجنة ده عشان ما ينتج عنها بس كده. احنا في أعراض بتشوف في حلقة مفردة بالإضافة الكلام اللي احنا بيقوله، في ناس بتشوف إن يعني مش الحل إن احنا لما يبقى في انسحابات في بدائل أو في احتياط، لكن المشكلة إن احنا نكرر الأخطاء السابقة والسيناريوهات اللي كانت واجهت الدستور اللي فات يعني تتكرر سلبا في الدستور اللي أعتقد قيد الإنشاء. طموح، مش عايزين نتوقع قبل حدوث الحدث. في 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 تشريع هيتم، في قوانين هتخرج من الدستور ده، في مطالب لكل فئات المجتمع، في حريات احنا محتاجينها، في تشجيع استثمار، في مبادئ عامه، في عداله اجتماعيه. دكتور احمد، في طبعا ايجابيات كتير، لكن احنا برضو مواطن المخاوف هي اللي عايزين نطرحها، اما نبددها او اما تتكرر ان شاء الله. يبقى في مواجهه استباقيه، في يعني خلينا ناخد مثال في استياء البعض من ان في بعض القوى غير ممثله، وان كان طبعا الوضع افضل بكثير مما كان عليه في السابق، القضاه، المصريين في الخارج، يعني غيرها من مأوسيات. ناخد تمثيل القضاه ومرته ايه، ان هي اسقاط للسلطه القضائيه باكملها، ما مدى تاثير ذلك على الدستور وما سوف يكون عليه في المستقبل القريب ان شاء الله؟ احنا لما نيجي نقول القضاء تمثيل العداله، العداله الممثله ولا مش ممثله؟ ايا كان الهيئات، العداله الممثله. لما نيجي نتكلم عن العموم، ايا كان انواع الاتحادات، هل مستقله ولا حره؟ هل مستقله ولا النظام الصب؟ ممثله. لما نيجي نتكلم عن الانتخابات المهنيه، ممثله. المراه ممثله. كل فئات المجتمع بقدر المستطاع تم تمثيلها. احنا بنتكلم عن عداله، مش بنتكلم عن هيئه جوه منظومه العداله. العداله ممثله، وكان هناك لجنه خبراء من 10 افراد ممثله من كل هيئات العدل، واعتقد صورت بعض المواد الدستوريه هي اللي نبتدي نعيشها ونعدل فيها ونضيف لها ونحذف منها. خلي الحوار يبتدي، وخلينا نبص للمجتمع وننزل للشارع ونجيبه في جلسات اجتماع، ومفيش فئه مش هتمثل. حتى لو ما مثلش في اللجنه هنروح لغايه عنده، وهنستدعيهم لغايه عندنا، وهنسمع كل طوائف المجتمع. واحنا مش جايين عشان ندي راينا الشخصي، احنا هنسمع لكل الرأي ونشوف من حيث الديمقراطيه هيطبق هذا المبدا. انا على سبيل المثال هو ده المنهج اللي انا هبتدي فيه. انا خرجت من اللجنه ورحت ثلاث احزاب وسمعت لهم، واخدت معاد تاني عشان نجيبوا هيئه مكتبهم ونسمع لهم. اتحادات العمال في تواصل، في جدول هنتحرك عليه خلال 60 يوم. 60 يوم عمل بمعنى 60 يوم عمل. احنا بنملي مصر، ودستور الثوره لابد ان يكون يرقى لهذا الفكر، ولازم كلنا نبص بنظره ايجابيه ونخلي الاحداث تتابع، وان شاء الله كل حاجه محسوبه في وقتها بشكل ايجابي باذن الله. استاذ سمير، كثيرون يرون المصالة لم تختلف كثيرا بعد 30 يوم العامة كانت عليه في مدار العام السابق او العامين او ثلاثه بعد ثوره يناير. هل يعني الحكومه الحاليه او من يديرون الدوله في هذا التوقيت يعني ليس لديهم امكانيه الحركه والنهوض بالدوله الا بعد كتابه الدستور سيكون هو نقطه الانطلاق، ام كيف تنظر لهذه المساله؟ وطبعا لا شك ان اول مرحله في تاسيس الجمهوريه هو الدستور اللي بناء عليه كان بيستكمل باقي الاستحقاقات الدستوريه سواء كان برلمان او رئاسه او خلافه. بالاضافه لان ما فيش مستثمر هيقدر يروح بلد وما فيهاش دستور وتحت قانون الطوارئ، يعني فدي عقبه امام الاستثمار. الحكومه الانتاج ما زادش عشان يبان في صوره بقى يعني تحسين الدخول وخلافه. كل ما تبدا